انتي انجلجد مرتبطة يعني؟ كلمنا عربي. عيب علي شارف. كلمها عربي. انتي مرتبطة يعني داش؟ لا انا جايبلك عريس. عريس كده برضو يعني شبه كده بس يعني اقصر سن. كمان اكتر من كده؟ لا ما مش قصر على هم. هيجي يعمل ايه هو لما يبقى اكتر من كده؟ الله يسامحك. انا غلطان ان انا ايه وقفت كانت واخده اسمها فتحيه اساسا. انت عايز ايه دلوقتي يا ام شنكح؟ لا انا ايه؟ شنكح. انا شنكح يا بنت ام شنكح. ماشي الله يسامحك. لايقه عليك والله يا عم. لايقه عليا انا اروح اعاكس بنات من بره الحاره ده انتوا بنات غفر. احنا برضو ايه ايه